الاسبوع ده ان شاء الله يوم الخميس هتكلمني الريبورتر رقم واحد اللي هو اسمه الاثر البيئي لمحطات توليد الطاقه واستخدام البخار وجزء Thank you.
طب ما دكتور اغلب التقارير اللي بنعملها بنقرا الكلام ونفهمه ننزله بعد كده خلاص كوبي بيست. ما عنديش مشكله يا استاذ سيد انت تاخد الكلام كوبي بيست بس لازم تقول لي كل اللي جزء انت جايب الكلام ده كوبي بيست بناء على مين؟ حتى لو قال كله؟ في قواعد يا باشمهندسين انا مش بتكلم فيلم. في قواعد لازم نلتزم بيها. القواعد ديت يعني مش انا اللي حاططها ولا حاجه ده يعني دي موجوده في العالم. انا لما باجي مثلا انت قلت كلمه صح كده؟ تمام. بقول نقلا عن فلان الفلاني ده قال الكلمه الفلانيه خلاص كده؟ لازم اقول انا جبت كوبي بيست من النت يقول السايت الفلاني بيقول كذا 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 كذا. في الاخر احط خطه طريقه. ده لا يمنع ان انا في الاخر احط ايه؟ احط ريفرنس في الاخر واحط هو ريفرنس اوكي. بس ده لا يمنع اثناء السايت لان انت الاسلوب ده مش انت اللي قايله. هو انت اللي قلت الاسلوب ده؟ لا. قلت صيغه الكلام ده؟ لا. انا كل اللي انا عملته ان انا ايه؟ انا قريت الكلام عجبني خدته زي ما هو ولا مش زي ما بتعمل زي ما تيجي تعمل مثلا نفسك سي في ولا حاجه بتعمل ايه؟ تاخد نفس السي في مع النت تاخد كوبي بيست وتروح جاي مالي بياناتك وخلاص ده السي في بتاعي. بس مش انت اللي عامل السي في ده. انت فاهم قصدي؟ فدي اسمها ايه؟ اسمها يعني دي حاجه لازم تقرير يبقى التقرير بتاعك تكون محترم. لما حد يشوف يقول لا ده الناس دي فعلا عندها امانه وعندها ايه؟ وفي نفس الوقت مش عايز يعني انت مثلا جروب فلاني جروب فلاني مش عايز الجروب ده ياخد ده عايز نقلب خلاص كده؟ انتوا جروب يعني عايزين اكتر من كده. يعني مش واحد لوحده ده انتوا ايه؟ خمسه سته 10 مع بعض. فال 10 مع بعض بتوع جروب ايه؟ فال 10 مع بعض دول عمرهم ايه؟ هيشتغل خلاص كده؟ الا في جروب يعني كل واحد هيعمل حاجه يعني كل واحد هيعمل جزء معين داخل التقرير. واحد هيعمل يظبط الفونت واحد يظبط مش عارف ايه واحد يعمل ايه المهم في الاخر العشرة لازم يقرا التقرير. العشرة لازم يقرا التقرير، يعني ايه يقرا التقرير؟ يعني ما تجيش حضرتك تقدم التقرير ها؟ وفي واحد منكم مش ايه؟ يا باشمهندس انا والله العظيم انا يعني مش فارق معايا بس يعني انت بتعمل لي انا مشكلة يعني انا مش عارف فعلا. فبقول لك لازم كل واحد يقرا لي زي ما قلت لك انا ممكن اناقش اي جروب اختار اي جروب عشوائي اي جروب عشوائي واناقشه في الايه؟ في التقرير تمام كده؟ طيب عشان ما تضيعش وقت احنا عندنا كنا وقفنا عند الاير فورتنس او الاتوبيسات اللي موجوده في الجو فاحنا عندنا الحقيقه مجموعه من الاتوبيسات اللي موجوده في الايه؟ في الجو منها غازات ومنها حاجات في سوليد ليكويدز ومنها حاجات في سوليد بارتيكلز يعني سوليد بارتيكلز مش منسيك وراء اخر انذار ليكوا يا صاحبي مش عايز ضحك مش عايز هزار مش عايز كلام بعد اذنكم بعد اذنكم يعني او اكتر من كده معاك ممكن ايه؟ معلش انا معاك بالنسبه للسلايدز مش عارفين السلايدز مش عارفين اللي جبنا لا بعد موجوده يا دكتور يا سيدي لو مش موجوده قول لي يعني بص يا مهندسين انا هقول لك احنا انا هدي السلايدز بتاعتي اثنين مش واحد دكتور هي بعدك ومحطوطه على الجروب من اول ما حضرتك خد الميل بتاعه بعد اذنك خد الميل بتاعه وبعتها له بعد اذنك يعني اتحملنا انا مبروك طيب لان هي بس لازم تخرج تمام مش عارف بتاع فرانسيس فانا عندي زي ما قلت لكم الاير بوليتنز زي ايه؟ زي الغازات عندنا في عناصر زي ما انت شايف قدامك كده اللي هي خارجه من عمليه الاحتراق اللي هي الاس او اكس اللي هي اكسيد الكبريت واكسيد الكبريت واعتقد انتم خدتوا مع الدكتور مصطفى الميكانيزمات بتاعت النقص مش كده ولا يعني بدات تاخدوا خدتوا مسائل عليها وحاجات طيب اني واي يعني المهم عرفت الميكانيزم بيشتغل ازاي او سواء الثيرمال نوكس او كرومي نوكس او وظيفته شكل ايه شكل النوكس الميكانيزم احنا دايما مشكلتنا في العالم ايه؟ مشكلتنا ان انت الارتفاع في درجات الحراره لو انت عندك غازات مثلا طلعت درجه حراره عملت حريق كويس جدا عملت حريق كويس جدا بالنسبه للكومباستور لازم عندك ارتفاع في درجات الحراره الفليمز درجه حرارتها عاليه جدا فبالتالي الاكزوست جاز درجه حرارتها عاليه اكزوست جاز لما تكون درجه حراره عاليه لو انت خدت في مع الدكتور مصطفى الجزء بتاع الثيرمال نوكس هتلاقي ان في نقطه مهمه جدا وهي ال
فانا عندي مشكله، انا عندي مشكله لو انا عملت حاولت اعمل اليمينيشن للسي او ما خليش الغزال خلي فيها السي او ان انا احرق كويس افضل كويس مش هيبقى سي او بس تبعيا درجه الحراره هتحصل ايه؟ هتزيد، فلما تزيد درجه الحراره يحصل نقص يتكون. وهو ده الظاهره اللي ظهرت في اوائل التسعينات يعني اول سنه 1990 كده لحد ما احنا عايشين النهارده بقالنا فوق 14 سنه اهو. ال 14 سنه دول مش عايز اقول لك نسبه النقص اللي موجوده في الاتموسفير زادت بشكل عام ازاي. والنقص ده على فكره هو بيساهم برضه في حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها جرين هاوس افكت، بس حاجه ليتي قوي، حاجه بسيطه جدا، نسبه صغيره جدا. لكن ستيل هو ايه؟ هو برامتر بيلعب دور في الجرين هاوس افكت اللي هو تاثير الصوبه الزجاجيه على الارض على الانفايرمنت. تكوين النقص ده دايما عكس الحقيقي الجامد، يعني تحرق كويس النقص يظهر، تحرق وحش السي او يظهر. احنا عندنا ايه؟ انت بتحاول النهارده تعمل كومبرومايز في الكلام ده ازاي بقى؟ ده المفروض يا جماعه اللي انتم المفروض بتعملوه، يعني على سبيل المثال في حاجه اسمها اللينوكس كيرنر اللي انا بكلمك عليه ده. في حاجه ثانيه غير اللينوكس كيرنر ده، حاجه اسمها ستيج كومبوشن. ستيج كومبوشن ده ما فيش واحد مثلا يبقى خارج من هنا ما يبقاش عارف يعني ايه ستيج كومبوشن. يعني ايه مرحله يعني ايه؟ يعني انا بحرق الاول بهواء عادي واخلص والحرق كومبليت وتمام ودرجات حراره عاليه جدا والدنيا زي الفل والسي او قليل ما فيش سي او تقريبا، بعد ما تطلع الغازات وهي خارجه راح جاي رامي عليها ايه؟ هواء. طب لما ارمي عليها هواء ايه اللي يحصل؟ يحصل ايه؟ تخفيف، يحصل ايه؟ تبريد يعني للغازات. فلما الغاز درجه حرارته تتبرد يبدا النقص ماله؟ تكوين فرصه تكوين النقص قل. تمام كده؟ فدي احد الطرق تؤليمينيت النقص. انا اقلل ايه؟ اقلل من النقص ليه؟ النقص داخل ايه؟ داخل عمليات الاحتراق ده. سواء بقى افراد ولا في بقى حاجات ثانيه بقى بتنتج من الصناعات، حاجات صناعيه. يعني مثلا على سبيل المثال الغازات اللي بتنتج من عمليات الفريون، عارفين ان الفريونات انتوا مش درستوا التبريد ولا ايه؟ في عندنا حاجه اسمها الفريونات اللي هي كلورو فلورو كاربون. الفريونات الحقيقه في منها لحد فتره قريبه وما زال في بعض منهم مستخدم لحد النهارده بتعمل عمليه تاكل في طبقه الاوزون، بتعمل ديبليشن للاوزون لاير طبقه الاوزون يعني. فدي تعتبر من نوع من انواع الخطوره لان الاوزون ده بيحمي الجو طبعا من بعض الاشعه الضاره، فاذا انت عندك مشكله كبيره جدا بتقابلها ببعض الفريونات اللي انت بتطلقها او بتصنعها لعمليات مختلفه زي عمليات التبريد والتدليك. غير الصناعات تانية زي صناعه مثلا حمض الكبريتيك مثلا. انتوا عارفين صناعه حمض الكبريتيك يا جماعه لو انت بتتكلم على سايكل بتاعت السلفر سايكل، عارفين السلفر سايكل؟ دوره الكبريت فيها انتاج للحمض الكبريتيك بيطلع عنها غاز خطير جدا لو اتش 2 اس. خلاص كده؟ الاتش 2 اس دوت مش عايز اقول لك هو ضار قد ايه بالبيئه. كده بيعمل مشاكل كبيره جدا سواء على مستوى الكائنات الحيه كلها والزرع والكلام من ده او على مستوى الجو او الانفايرمنت نفسه او الهواء الجوي يعني. زود عليهم بقى السبريز اللي بتنتج بقى من ايه؟ من الهباب اللي هو السمط ال نوع ايه؟ القش اللي هي نواتج الحريق بتاعت العمليات الاحتراق فوازير الناس اللي ورا هنشوف الكلام بعد كده طبعا يعني ما تتابعني اطلع بره فعلا يعني. ف غير السبراي وحاجات كده وبعض الحاجات يعني مثلا على سبيل المثال مثلا بعض الصناعات كتيره جدا زي مثلا حتى لو حاطط الطبقات الكهربيه بيبقى معانا لازم في فلاش ستيم، لازم يبقى في ستيم دايما شغال في الاماكن دي. لو انت عندك كولينج تاور، الكولينج تاور ده بيخرج كميات كبيره جدا من الايه؟ من الدخان، فبيزود الرطوبه في المكان، بيرفع الرطوبه، نسبه الميه لما بتزيد في المكان بينتج عنه الجرين هاوس افكت، تلاقي تحس ان الجو حر وحاجات كده، لان انت خدت جاز راديشن. الجاز راديشن في عندنا عنصرين مهمين جدا بيمتصوا الغازات، بيمتصوا الاشعاع، وهما او ثاني اكسيد الكربون مين؟ الميه. الميه مش بتحسب لهم ميسيفيتي ولا ايه؟ مش خدتوش راديشن؟ الراديشن كان عندنا عنصرين مهمين جدا اللي هو ثاني اكسيد الكربون والميه مش فوق، الاثنين دول في غايه الخطوره لان هما الاثنين دول بيمتصوا اشعه، بيمتصوا الاشعه ده بينتج عنه ارتفاع في الجلوبال ايه؟ تنشن او درجه الحراره العامه في المكان، فده يؤدي الى حدوث ايه؟ جلوبال وورمنج اللي احنا بنسمع عنه. ناهيك بقى عن ايه؟ عن الحاجات الثانيه اللي هي السوليد بارتكلز بقى. السوليد بارتكلز الحقيقه ليها حاجه اسمها بي ام بارتكل ايه؟ بارتكل المطر ده ليها سايز، السايز بتاعها ده ممكن يكون اقل من 10 مايكرون ممكن يكون اكبر من 10 مايكرون. الاقل من 10 مايكرون دي خطيره جدا بالنسبه للجيومتري يعني او الانسان يعني. لانها بتبقى دايما سبايكرز يعني دايما بتبقى الانسان ممكن يتنفسها. خلاص كده؟ فتبدا تخش في الجهاز التنفسي
الصناعه نفسها ديت دي مضره جدا للبيئه والمساهمه. في عندنا بقى الاخطر من ده كله هو التحول اللي بيحصل في العنصر بعد ما بيطلع الجو. يعني مثلا على سبيل المثال السوكس مثلا او اللي هو الاكسيد الكبريت لما بتطلع في وجود المطر خلاص كده بتكون حاجه اسمها اسيديك رين. الاسيديك رين ده اللي هو المطر الحمضيه، طبعا المطر الحمضيه تاكل الوجهات المباني تاكل المعادن يا شباب. ايش كان هنا الحاجه الثانيه برضه بنقص نفس الكلام برضه مع وجود المطر ممكن يعمل لي الاسيديك رين ومع ذلك برضه في بارتكلز ممكن تتكون يعني ممكن يبقى عندي سابستيت سوليدز بارتكلز ديت لما يكون عندي تفاعل فوتو كيميكال ريأكشنز نتيجه اشعه الشمس يعني مع السوكس والمطر والميه يعني كل الكلام دوت لازم في وجود عنصر مهم جدا هو الاوزون ده اوريدي موجود. وجود الاوزون نفسه ده بينتج من بعض الصناعات البيئيه يعني الصناعات البيئيه ممكن تؤدي الى تكون الاوزون في طبقات الجو المنخفضه انتوا عارفين الاوزون بيتكون دايما في طبقات الجو الايه؟ اللي فوق او العليا يعني. تكونه في مناطق في المناطق المنخفضه والارتفاعات المنخفضه ديت ده خطر جدا لان هو بيتفاعل مع بعض العناصر المختلفه بيؤدي الى تكون بعض الاحماض او الجو يبقى فيه مواد حمضيه زي احماض النتريك واحماض الكربون. فبس على سبيل المثال الNO2 دوت مع وجود الاكسجين دوت في الفوتو كيميكال رياكشن وجود اشعه الشمس يعني ممكن يؤدي الى وجود ايه؟ نوعات ايه؟ الاوزون يعني ممكن يكون لك اوزون في طبقات الجو الايه؟ المنخفضه. طيب لو احنا بنتكلم على الايه؟ البارتكلز في الحقيقه عندنا البارتكلز في عندنا منها نوعين في حاجه اسمها ركز معايا في التعريف ديفينيشن مهمه جدا في حاجه اسمها تي اس بي التوتال سسبندد بارتكلز او المجموع الكلي بتاع البارتكلز العالقه في الجو يعني ودي عاده السايز بتاعها بيبقى اكبر تقريبا من 100 او اقل من 100 مايل يعني فكره هي مكتوبه غلط في الليكتشر هي 100 مايل مش كده؟ مش ملي الحاجات بقى الحاجات اللي هي قابله للتنقل اللي هو اس بي ديت دي بتبقى السايز بتاعها اقل من 10 10 مايل الحاجات الاقل من 10 ممكن الجهاز التنفسي يبدا ايه؟ يتنفسها او كده. فدي كلها تعتبر بالنسبه لنا ايه؟ حصر لمجموعه ايه؟ البولنس او الحاجات اللي ممكن تتكون من عديد من الصناعات سواء بقى الحاجات الثابته او الحاجات المتحركه اللي هي الموبايل ماشينز او الفيكس ماشينز اللي هي الثابته يعني. فمجموعه من حاجات مختلفة زي قلنا تكون الأوزون وتكون السوكس والنوكس والسي أو ومجموعة من الحاجات الأخرى زي ثاني أكسيد الكربون والإيه؟ البخار والمية. الحاجات بتاعتنا أو تكوين البويزن دي بتيجي منين؟ يا إما بتيجي من حاجات طبيعية زي مثلا بركان مثلا أو نتيجة الفاير حصل فاير في مكان ما فنبات مثلا أدت إلى تكون الفاير فممكن يحصل الكلام دوت أو وجود عصر عواصف طبيعية تؤدي إلى وجود البارتكلز المحملة بالأتربة وهكذا. لكن في حاجات اللي احنا بقى اللي يهمنا الحاجات اللي هي اللي تهمنا جدا وهي الحاجات الخاصه بالعمليات الصناعيه المختلفه. سواء بقى الحاجات اللي هي الموبايل سورسز زي العربيات والموتوسيكلات والاتوبيسات والحاجات اللي بتتحرك والطيارات وغيره يا اما عن طريق الحاجات اللي هي ستيشنري او ثابته في مكانها زي محطات توليد الطاقه الكهربيه زي المصانع من كل انواعها خلاص كده زي مصانع الطوب، مصانع الاسمنت، مصانع الحديد والصلب، كل المصانع دي بينتج عنها مجموعه من البولتنس ايه اللي احنا اتكلمنا عليها باشكال مختلفه وانواع مختلفه. في بعض البولتنس بنقول عليها بولتنس عضويه، يعني في بعض الملوثات العضويه هنتكلم عليها قدام شويه لما نتكلم على تلوث المياه وتلوث الايه؟ الارض وكده. طب تاثير النقص ايه بقى؟ تاثير النقص عليه. تاثير النقص يا جماعه بيعمل في عده حاجات خطيره يعني منها الاسيد رين تكون الحد من المطر في نفس الوقت تكون السمك. حد يسمع عن السمك؟ حد يسمع عن كلمه اسمها سمك؟ السمك ده كلمه يعني كومبايند ما بين حاجه اسمها سموك حاجه اسمها فوج حاجه اسمها ايه سموك حاجه اسمها فوج فوج اللي هو النار والسموك دخان فالسموك وده اللي على فكره لو انت بصيت كده يعني انت رميت بعينك كده بره هتحس بص في السما كده تلاقي ان في حاجه مسوده كده يعني الجو بيدي على اسود كده في السما بيدي على اسود تحس دايما درجات حراره وده دايما
بسببها كميات العدم الرهيبة اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنطلعها من المركبات بتاعتنا. خلاص كده؟ الحقيقة الموضوع ده يا جماعة على فكرة صغير في الكورة والله. سواء البني آدمين اللي عايشين في المكان ده أو حتى الغير بني آدمين يعني الحكايات التانية اللي عايشة معانا. للأسف شديد احنا ما بنحسش بخطورة الكلام ده. غير مع الوقت بس هي بقى على الانديفيدوال بيرسونال يعني هتلاقي خاص بيها وبيحصل لها مشاكل جامده جدا لان الكلام ده على فكره كان سامي المواضيع دي مواضيع سامي بتقلل من الصحه العامه للانسان النبي يا باشمهندس بعد اذنك الدكتور بس صحيح ده بخليه يطلع يغسل وشه وينام مره مهندس اغسل وشه ما انا عندي مشكله يا جماعه عايز اقول لك كميه الحالات اللي فاتت في سنه 97 لحد النهارده حصلوها تقريبا اللي يرجع سببها تقريبا الى المفروض الايه؟ الدكس فيوشن دوت كبيره جدا تحسين بقى الصوص نفس طبعا هو تحسينه غير السموك طبعا للاسف الجديد في طبعا حاجات توكسيك وحاجات سامه بتطلع في نفس الوقت الجلوبال ايه؟ وورمنج اللي هو ارتفاع درجه الحراره في الكره الارضيه هو احد الاسباب في تكوين الجلوبال وورمنج. الحاجه الثانيه وهي الايفكت بتاع السوكس بقى في عندنا طبعا تدور البي انفورميشن او اللي هي باركينج ماتر بعض الباركينج كده يا باشمهندسين عايز ينام يطلع بره كل واحد كل شويه صح واحد اقول له صح تطلع بره بقى في نفس الوقت بيعمل تاثير ايه؟ جرين خلاص كده؟ الجرين هاوس طبعا احنا عارفين ان الجو اللي احنا عايشين فيه بيتكون ايه؟ بيتكون من ميه وبعض الغازات القصر. الميه تقريبا يا جماعه لو احنا جينا بصينا للميه تقريبا نسبه الميه ثابته مكان معين عن درجات حراره معينه في ارتفاع في مستوى البحر في مكان ما هتلاقي نسبه البخار الميه الموجوده عندك في الجو ثابت. امال ايه الجديد؟ يعني ايه الجديد عليك؟ الجديد عليك استخدامك للبوليتكس كتير قوي الملوثات المختلفه العربيات الموتوسيكلات المحطات مصانع كل الكلام ده الورش كل الكلام ده بيعمل عليك ايميشن كل ده في نفس الايه؟ الاريا اللي حضرتك موجود فيها. اي ايميشن اي عمليه احتراق لانه معانا سالب فيه كربون. سالب فيه كربون ده غاز من الغازات المهمه جدا في عمليه الايه؟ الجذر دي. سيبك من الميه، الميه قلنا هو سبب رئيسي الميه طبعا بس الميه انا اعتقد ان خدمتها سبب لكن يمكن الحاجه الفعاله اللي نسبتها بتزيد على طول باستمرار بزياده كبيره هو سالب فيه كربون. نظرا لتطور الاير تكنولوجي والتكنولوجي الفوصل الفول اللي هو الفول بتاع الكون وكده ده ادى الى ايه؟ الى ارتفاع في نسبة سالب في الكربون في الجو. كل ده ادى الى زيادة الجذر دي. بس كده؟ فبدأ يحصل ايه؟ يحصل ارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية. ما أنت عندك الهواء اللي حواليك. خلاص كده؟ درجة هو صوت بيمتص أشعة. ويرجع يعملها ايميشن مرة ثانية زي ما أنتم عارفين. فيبدأ يحصل ايه؟ يحصل ارتفاع في درجة ايه؟ درجة حرارة الايه؟ الجو. طيب. التأثيرات بقى على الصحة العامة. كل الكلام ده هنعرفه. بالنسبه لنا تعرف ان الكربون مونوكسيد ده طبعا اول حاجه هو قديم اللون ومش رايحه خالص خلاص كده طبعا بينتج من عمليات الاحتراق الغير امنه اي ليه كومبيت للوقود الفوسيل فيول خلاص كده بيسبب ايه؟ بيسبب طبعا صداع دايما بتلاقي اغلب المصريين لما يروحوا البيت بقى هو مصدع دماغي مش عارف وجعاني مش عارف ايه عينيا بتحرقني الكلام ده كله سببه يا جماعه هو وجود نسبه اول اكسيد الكربون الموجوده في ايه؟ الجو. نسبه اول اكسيد الكربون بتساعد بشده على وجود الصداع. لان اغلب المصريين يعني فعلا دي حقيقه ممكن يعمل تسمين على سيرش على النت تلاقي فعلا في تقريبا نسبه فوق 80% من المصريين بيعانوا من الصداع في القاهره بالذات ده سببه يرجع الى وجود او نسبه اول اكسيد الكربون نسبه عاليه جدا. الحل يعني الحل يا جماعه على فكره الحل اكسيد الحل في اي حاجه في الصناعات بالذات هو الترشيد مش ترشيد بمعنى الترشيد لا الفكر الجديد يعني تشوف تواكب العصر
يعني مثلا عايز اقول لك حاجه مثلا انت مثلا النهارده انت النهارده مثلا راكب عربيه والعربيه دي عماله تدخل زن ورا او الراجل بتاع الكفاص مثلا ماشي دخل سودا قد كده اول اوتيل الكربون طالع علينا بالسكوب بتاعه الباص بتاعه طالع علينا هو ماشي ممكن يقعد كده سنه اثنين ثلاثه هو شغال كده فاهم قصدي؟ هو ما عندوش الفكره او السنس او الكالتشر بتاعك ان انا ممكن احط ساعه على صحتي هو صحتنا احنا بس فهي المشكله فعلا انت لازم يعني بتعمل ايه؟ لازم تعمل يعني مش ترشيد بس للاستهلاك لا الموضوع مش ترشيد يا جماعه هو الموضوع في الاول والاخر هو سلوك ازاي تقدر تستعيد الطاقه تستعيدها ازاي؟ تستعملها ازاي؟ هل انت لو عندك فرصه ان انت تطور تشيل البرنر بتاعك او الحارق بتاعك او الحاجه بتاعتك اللي بتطلع وقود سيء او تخلق وحش وتحط حاجه جديده بس هتكلفك شويه فلوس شويه زياده انت ما عندكش طبعا التكنولوجيا كلها خليها زي ما هي مش شغاله وتديني البرودكت بتاعي شغال والدنيا زي الفل اصحاب المصانع كلها شغاله كده هو عايز ايه؟ عايز ينتج عايز ينتج عايز عايز ياخد فلوس لا لما انت تقول له طور البيئه وكلام من ده محدش هيعمل لكن الحل موجود والله الحل موجود يعني الحل كمان برضه موجود في العربيات تلاقي ان كل واحد ماشي في الشارع معاه عربيه يعني مش عارف ازاي ممكن خد زمايلك معاك خد علينا كده خد زمايلنا معاك طيب شوف حاجه ثانيه السلفا اندر سايكل السلفا اندر سايكل او تكسير السيمتريك طبعا هو بيرتب غالبا غالبا بيبقى من الفحم والسولار يعني دايما يا جماعه يا باشمهندس العربيات اللي شغاله ديزل دايما العربيات شغاله ديزل ديزل فاول لازم تلاقي في نوادر الحريق بتاعتها صفر تكسيد صفر كويس لان هي اصلا داخله في تركيب العنصر الفحم نفس الكلام الفحم نفس الايه؟ نفس الكلام لازم يبقى فيه في صفر طبعا بتنتج من العديد من المحطات طويلة الدرجة الحرارية بتخلي الفحم او من السيارات اللي بتخلي ايه؟ السؤال وكده طبعا بتسبب طبعا دي تدعوت ليه ريح ناشف كده ماشي تحس ان ريح ناشف وتلاقي ان عندك في مشكله في الايه؟ التنفس بتعمل مشكله جامده مع الناس اللي عندهم رمل نفس الكلام برضه للنيتروجين دايكسايد اللي هو اكسيد النيتروجين دي لونها غازات لونها براون سوري براون مديه ساعات بتبقى لونها مديه على احمر فيها شويه احمرار كده كويس فينيش هي بتنتج طبعا من ايه؟ من الحريق درجات حراره عاليه جدا لو عندك حريق درجات حراره عاليه جدا بيحصل حاجه اسمها ديسوسيشن او التفكك التفكك ده بينتج عندك وجود اكاسيد ايه؟ اكاسيد النقص طيب التاثير طبعا بيأثر على ايه؟ على الرئه وعلى التنفس وعلى برضه بيخلي الانسان يبقى ايه؟ ناشف كده ومش عارف ياخد ايه؟ يبلع ايه؟ برضه نفس الكلام في وقت في مطر او بي ام يعني دي بينتج عنها مجموعه من البارتيكلز اللي ممكن تصير تعمل مشاكل في الجهاز التنفسي غير تاثيرها طبعا على ايه؟ على القلب قوي جدا ده اللي احنا بنتكلم عليه السمار سمار از كومبينيشن هو عباره عن خليط ما بين حاجتين بين الوتر وبين وبين الايه؟ بين السموك كده بيتكون طبعا في وجود الصن لايت اللي هو اشعه الشمس اللي هو الفوتو كيميكال سمار بنقول عليه يا باشمهندس بيسموه الفوتو كيميكال سمار وده احنا عايشين فيه على كل النهار معروف القاهره كلها معروفه بالسمار بتاعها كان لو انت برضه بتسال على الحل يا باشمهندس كان اتنمر كده بس مع اتباع بعض السلوك والناس عارفه فعلا اهميه صحتها الناس هنا مش عارفه اهميه صحتها او صحه الاخر يعني انت مش مهم اللي جنبك يموت من المهم دي مشكله الناس لو اتبعت الارشادات دي فعلا هنعمل توفيق في استهلاك المجاعس والمؤسسات اللي بتنتج عن سواء المركبات او الصناعات ده البلاك لاوت ده سبب السمارت ده سببه اللي هو ايه؟ السحابه السوداء اللي فوق الايه؟ فوق القاهره في منطقه ما بين ابو رواش لحد الدقي وحلوان من فوق لتحت ايه؟ شبرا الخ
القيمه، المنطقه دي كلها منطقه مليانه ليه بالاسمنت. يمكن لما تطلع بقى شويه بقى وجه بحري وجه جنبي ممكن تلاقي القصه دي بدات تقل، بدات تقل او حتى رحت ناحيه البحر الاحمر او البحر المتوسط. كل ده الهندسه دي بتبتدي تقل نظرا لقله الكواليتي والجوازات اللي بدات في هذه المناطق. طبعا اخطر منطقه النهارده في مصر ترانسفورت، اخطر منطقه النهارده هي منطقه حلوان، حيث منطقه حلوان و 500 نسبة الأوردنس فيها عالية جدا. يعني اللي منكم يبص على منطقة الوادي هيلاقي في عندنا مصنع اللي هو مصنع فحم السوق. المصنع ده يا جماعة زي ما قلت لك في المرة اللي فاتت قلت لك إن ممكن الطريق بره او بسيط الشارع اللي الناس تمشي فيه بره مليان لون اسود من البارتكلز بتاعت ايه؟ بتاعت الفحم. جنبيها على طول في محطه كهرباء، بعديها على طول مصنع الاسمنت وبتاع، وبعديه كمان في مصنع الحديد والصلب. فتلاقي كميه ملوثات في المنطقه ديت رهيبه جدا. فدي تعتبر من المناطق يا جماعه اللي هي تعتبر عليها البوليتنس فيها لفتها عاليه جدا جدا جدا، خطوره للناس اللي عايشه في المنطقه دي. طبعا تاثير الكلام ده احنا اتكلمنا عليه، بس عايزين نعرف التفاعل الكيميائي ليه في الاصمات. لو في وجود الوقايه الاورجانيك كومبوننت المكونات العامه سواء بقى دست او تقريبا بعض الكيميكال او بعض الكومبوننت في موجوده في الجو ونسيم سموك وغيره، مع وجود النقص شويه حراره ارتفاع درجه حراره الجو والجو الحر، في وجود اشعه الشمس خلاص كده يحصل تفاعل كيميائي يتكون ايه بقى؟ يتكون حاجات كتيره جدا خلاص كده؟ دي العناصر اللي ممكن تلاقيها في السحابه السوداء زي مثلا ايه؟ الاوزون طبعا، زي بعض الاكاسين الفوتو كيميائيه، ترانزيت